تعميم محطات تحليه مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، لا سيما وان تكنولوجيات التحكم في هذه المحطات اصبحت في متناول الكفاءات الجزائريه، هي من بين النقاط التي شدد عليها رئيس الجمهوريه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير. ولتجسيد المشروع، حرص رئيس الجمهوريه على ان يكون باستخدام احدث التكنولوجيات بهدف الحفاظ على هذه الماده الحيويه. وفي ذات السياق، دعا الرئيس إلى ضمان توزيع المياه بحكمة أمام حالة تذبذب التساقط السائد وطنياً ودولياً، وكذا مراجعة مخططات تسيير توزيع المياه بما يوافق التوزيع العادل للماء الشروب بين الأحياء وضمن رزنامة معقولة. تحلية مياه البحر من بين المجالات التي عرفت تجسيد العديد من الخطوات من خلال إنجاز عدة محطات على طول الشريط الساحلي. وذلك تزامنا مع صدور المرسوم التنفيذي المتضمن انشاء الوكاله الوطنيه لتحليه المياه التي ستتولى مهام انجاز واستغلال وضمان صيانه محطات تحليه المياه والمنشات المتعلقه بها. رئيس الجمهوريه وضمن ذات المسعى وفي اجتماعات سابقه لمجلس الوزراء كان قد اسدى تعليمات بمواصله التكوين في مجال تحليه مياه البحر وتطويره من خلال اقامه شراكات مع معاهد وجامعات دوليه للرفع من قدرات التحكم البشريه في هذه المحطات. هذا الى جانب انجاز دراسات علميه لتحديد دقيق لوضعيه معدل مياهنا الجوفيه والدعوه الى استحداث مؤسسات ناشئه متخصصه في استغلال المياه المستعمله. تعميم محطات تحليه مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، خطوه مهمه تندرج في اطار الاستراتيجيه الوطنيه لتجنيد المزيد من الموارد المائيه بهدف ضمان احتياجات المواطن من هذا المورد الحيوي.